السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من زمان ما صورت فلوق. ما أعرف كيف أبدأ. المهم عندي دراجة اليوم سوزوكي، مو بدراجتي البي ام، هذه سوزوكي. قلت بجرب أصور فيها، بجرب سواقتها. سمعكم صوت الدراجة بعد بالمرة. عندي دراجة مو بيها بالسيارة، يعني الكربون كله في خشمي. زين الحين شو نسوي بهالزحمة؟ أنا عندي دراجة، المفروض هذيلا ينتبهون زيادة، ما يلفون علي ويسوون سوالفهم. والله انا اشوف ان الدراجة تمشي في النص امن. اذا دراجتك عليها صوت امن لك بعد، لان الناس تنتبه صوت الدراجة ان في دراجة وراهم او عدالهم، ينتبهون زيادة. بس لو دراجتك ما عليها صوت
خذ الجديد، بس مو بعد بس لان دراجتك عليها صوت تمسي حشره. اسمع يا رب. طبعا ها سوزوكي مو بنفس اي سوزوكي، ما فيها شيء يعني، فيها شيء سبيشل مع كل تبديل في نقعة. زين وين ابغى اروح الحين؟ والله تبون الصراحة، أنا أكثر شيء مطلعني ومشجعني أصور فلوج، طبعا أول شيء لأن الجو شوي أوكي، وثاني شيء عشان أسمع صوت الدراجة من زمان. طبعا مو بهاي مو بيم، بس يعني في الأخير دراجة يعني صوتها حلو. لو تمشي ورا السيائر دي يوم بتندعم. انا شكلي بغير الوجه، بيكون عالي، بيكون كأنها نقطة يعني.
معكم شوي يعني صوت التبديل. طبعا ما ادوس فيها يعني بس شوي شوي. يلا بعد مرة ثانية يا رب ينسمع بس مو بعقب يوم تشيك يكون الصوت مو بشيء. مثبت سرعة لو بيهم بكون مرتاح. خلكم في الزحمة. دراجة تخف بسرعة بروحها يعني لازم بعد مرة احط ايدي وانزل الجير. طفى خلص الشارع. والله حلو كان الشارع فاضي ما في حد. عندي شيء اقوله والله بس اباكم شيء تعيشون اللحظه وياي. بذلكم ذل بهالتبديل الحين احلى شيء. Mm-hmm.
مكان حلو بس لو ينظفونه شوي يخلونه شيء ساحة فاضية. يكون مكان حلو حق التصوير. الحين وقت الغروب خلاص. محلى غروب الشمس. بس شو يسوى غروب الشمس بدون عيونك؟ بدون عيون الدراجة يعني. أفا أوكي. لأني كنت ما أروح عند هالمسيت. عبالي ما في درب يوديني. وصل هناك بسكر الفيديو لأنه خلاص يعني ما عندي شيء أقوله. بعدين يوم حزة الحزة في الشتاء يوم بسير أماكن حلوة بصور لكم لقاءات إحنا مطول. والله طرب يا أخي. في واحد من ربعي كان ما ادري هل دوار ولا اللي قبله انجلب مسكين. انجلب واحد من هالدوارات. يا سلام. يلا باي. انا بوقف الحين بسكر الكاميرا. Thank you.